بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، 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 لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، 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 لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، 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 لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة،
فلا اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة، وما أدرك ما العقبة، وما أدرك ما العقبة، وما أدرك ما العقبة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة. فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مصعبة، 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 أو إطعام في يوم ذي مصعبة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة. فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة. فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مطربة، 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 أو مسكينا ذا مطربة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين،
وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما دا مقربة أو مسكينا دا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما دا مقربة أو مسكينا دا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما دا مقربة أو مسكينا دا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، 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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما دا مقربة أو مسكينا دا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة،
عليهم نار مؤصدة، عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يراه أحد؟
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصعبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.